يواجه المثقفون العراقيون ومعهم ملايين من العراقيين أصعب مهمة في اختيار مرشحي مجلس النواب العراقي في دورته المقبلة، والتي طبعا ستحدد طبيعة الحكم في العراق وأيضا توزيع المسؤوليات أمام تحديات الخيار الصعب المتمثل بتخطي المحاصصة الطائفية والغلو الديني واستقلالية السلطات الثلاث، كذلك إعادة العراق إلى مجده الحضري وأيضا الثقافي. وإذا كان المثقفون العراقيون في حالة الدفاع عن أنفسهم طبعا بعد مسلسل الاغتيالات التي طالت أكثر من 300 إعلامي وهجرت عشرات منهم طبعا بالإضافة إلى عزوف المئات من العودة والمساهمة في بناء العراق الجديد، فإن مهمتهم اليوم المشاركة الجدية في خلق رأي عام يكشف أبعاد الانتخابات وأهميتها في حياة الناس ومستقبلهم. تقرير جواد الحطاب عن أوضاع المثقفين العراقيين. رغم دخول العراق في عام سابع على إسقاط النظام السابق، لكن الثقافة العراقية لم تلق خلال الأعوام الماضية ما يكفي من الدعم الذي يجعلها تنشط بفعالية وتتحول إلى ظاهرة محسوسة في المجتمع. قد تكون الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد أحد الأسباب الرئيسية لهذا الحال، ولكن عددا كبيرا من المثقفين يلقون باللائم على السياسة والسياسيين وعلى الحكومة ومفاصلها بتغييب دورهم الذي يرونه أساسيا في الحياة الاجتماعية وفي التمهيد لمصالحة وطنية حقيقية. في مراجعة سريعة للسنوات الماضية يمكن أن نؤشر حراكا ثقافيا على مختلف الأصعدة، ولكن من دون دعم ومن دون أن تتوقف ولو لحظة واحدة المؤسسات الرسمية عند هذا الحراك. وإذا كان هذا في الداخل فماذا عن أدباء الخارج؟ أين المثقفون العراقيون المشتتون في كل أرجاء الدنيا؟ هل أصبحوا ضمير العراق المستتر؟ أم باتوا مؤرخين يتأملون أعجوبة تحول دار السلام إلى دار الفتنة والحروب الطائفية والتهميش الثقافي والأدبي والإنساني؟ في تزاحم المناكب على المناصب يعكف المثقفون العراقيون على تأسيس خطابهم الجمالي عسى ولعل، وإن كان التمني رأس مال المفلس كما يقول الشعراء. جواد الحطاب لبرنامج من العراق.